اتلانتا اندونيزي شنا كيفاش مباراه شنا فيها 8 اهداف اندونيزي هدف اتلانتا 7 اهداف يعني كانت وين شنا كيفاش شوفوا باش نروحوا اندونيزي وين كان فائز وين في الدقيقه 11 وين ستيفانو اللي كان مسجل اللي سجل هدف الاندونيزي في بدايه الشوط الاول في 11 دقيقه شفنا كيفاش بعد 21 دقيقه كل شيء انقلب وين شفنا الهدفين شفنا كيفاش لويس اللي سجل 3 اهداف سجل شفنا ماريو اللي سجل في الدقيقه 52 عماد ديالو اللي سجل في الدقيقه 38 شفنا يوساب اللي سجل في الدقيقة 21 43 يعني نقولوا اليوم أتلانتا بعد الخسارة الكبيرة الأسبوع الماضي شنا اليوم في السيري اي وين انتفض وسجل 7 أهداف كاملة أهداف اللي نقولوا بلي نشوفوا أندونيزي بعد الهدف نهضروا الاستحواذ أندونيزي اللي سجل 37% أتلانتا 63% 519 التمريرة لأتلانتا 317 تمريرة الأندونيزي زائد نيكولاس اللي خرج البطاقة الصفراء في البطاقة الحمراء في الدقيقة 32 شو هذا هو العدد اللي يكون عندك تكون تلعب اديس هذه هي الصعيبه في اوروبا صورتو امام فريق كبير وشنا كيفاش نقولوا بلي اليوم اتلانتا استغل وين اندونيزي يلعب اديس خاصه نيكولاس وين هو لاعب كبير لاعب في الدفاع وين استغلوا هذاك العدد الناقل اللي كان ناقص في اندونيزي وعرفوا كيفاش يسيطروا المقابله في وسط الميدان شنا كيفاش نقولوا بلي كيفن شنا ستيفانو اوكاكا شنا كيفاش ماتو يعني كاين ويليام شنا كيفاش نقولوا بلي كيفن اللي خاصه وين سجل الهدف وخرج في الشوط خرج تغيير اضطراري شنا لويس شنا يوصاب اللي سجل لويس اللي سجل 3 اهداف يوصاب سجل هدفين ماريو سجل هدف واحد يعني نقولوا بلي خاصة وين كانوا الاحتياطيين كذلك اللي سجلوا اللي دخل احتياطي وسجل عماد ديالو شنا ماريو شنا يعني كانت المباراة لويس كانت المباراة مباراة كانت شيقة كانت شنا فيها اهداف كثيرة يعني شو كيفاش لعاب واحد سجل 3 واحد سجل هدفين والبقية سجلوا هدف هدف ماريو هدف عماد ديالو سجل هدف فانيك شنا كيفاش خاصة وين نقولوا اتلانتا لعب بثلاثة أربعة واحد اثنين شنا كيفاش اندونيزي اللي دخل بخطة نقولوا ثلاثة خمسة اثنين وين خطة تبقى صعبة وين شنا الشوط الثاني وين لعبوا بربعة خمسة يعني ولاو يلعبوا لعبوا كات كات يعني ولاو يلعبوا بخطة اللي زادت من صعوبة المهمة تاعهم أمام فريق وين شنا كيفاش سيطر في خاصة الشوط الثاني كان قوي شنا كيفاش سيطروا في الشوط الثاني سيطرة كاملة خاصة في وسط الميدان وين شنا ماريو مارتين هذا شنا كاستيلياني شنا رافايال بيرو يعني كانت المباراة وين كانوا مسيطرين خاصة وين فانيك منشوف لويس يصاب يعني كانت السيطرة كاملة أمس خاصة وين نقولوا بلي ويليام في الدفاع تاع اندونيزي وين بالسيف ارتكبوا أخطاء شنا ماتو شنا يعني كين يعني ارتكبوا أخطاء وشنا 3 تغييرات شنا 3 تغييرات من جانب اندونيزي 3 تغييرات من جانب اتلانتا يعني كانت المباراة نقولوا بلي مباراة كانت شنا جيان بيرو تاع اتلانتا شنا ايغرو المدرب تاع اندونيزي وين شو كيفاش على بالك خلط لهم كاع حسابات وين بعد خروج نيكولاس كل وين الحسابات خلطوا لهم في الدفاع في وسط الميدان وين كانوا متحكمين نقولوا بلي كانوا متحكمين
كانوا متحكمين رغم انه كانوا متعادلين. بعد ذلك شفنا كيفاش كل شيء انقلب، كانوا متحكمين في المباراه، كل شيء انقلب بعد خروج هذا اللاعب نيكولاس، وين شفنا كيفاش عددنا اللي كان ناقص، لعبوا اديس نقولوا حنايا من الدقيقه 32 لعبوا اديس، وشفنا كيفاش اتلانتا استغل هذاك العدد اللي كان ناقص للاوندينيزي، وين عرفوا كيفاش يسيطروا تنظيم الصفوف تاعهم انطلاق في مهرجان الاهداف صحيتو.